ايش يسوي فيه اليوم؟ هذا قالب للتحضير، احط فيه طحينه سائله واحط فيه السلطه الحاره ويكون بوست ورا الساعه اللي اول ما الله يعطيك العافيه لكم انت حياك الله. والله سر طيب الله وجهك، هذا ابو زهره زمن الطاهين المميزين يا حبيبي. هذا ما بعرف طبخه وشم يا ابو حسين، شم شم يا ابو حسين بعد عمري والله. تاجيت امي انا وخلت التنور، والله ما احلى استكانة شاي. عاش محمد علي. طيب نوم بعد اليوم ما شاء الله. وزهرة شمينا الريحة يبا. انت شغلكم باقي ما بدا، ها؟ انت شغلكم باقي ما بدا. اليوم نضامن على ترمين، الترم الاول ابو دويش، الترم الثاني عندك. ناخذ فاصل اجازة نريح. اوكي اوكي وزهرة. ابشر اذا مطولين هنا نطلع رحلة دبابات على رجال المعب اسوء دبابات. اوه اذا مطولين راعي دبابات يا على تفحيط مفتوح ايه؟ لا سيارة كلاسيك ما يخالف. لا لا ما نبي كذا 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 ما نبي كذا. سيارة كلاسيك ما نبيها. سيارة كلاسيك. لا 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 أنا خاف منهم. فحم. لا يعني أنا. الله يهدى قلبه 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 يختم. هذا ريحة. عافية عافية. لا ما احترق. ما شاء الله. وزهرة متى يجي دور لي؟ اعطينا بس 10 دقائق ونبدا فيه. ما شاء الله عنك انت موضوع بعلي خلاص اقول بعلي لاصق في ابو زهرة يبي ياخذ من يتعلم. ايش دخلك صفيايا؟ خل عمي ابو علي في حاله، ترى هو اللي معطيني الكلام مصعق ولا لك. ولا عمي ابو علي انت الجرم الجرم وايد بعينك. اي والله فنان فنان. شغلوا وياكم شغلوا.